شاركت المؤثرة الجزائرية القاطنة بالسويد جايناز متابعيها الأوفياء على منصة الإنستغرام بصور حصرية لزفافها من خطيبها السويدي إسحاق، حيث كانت علامات الفرحة والسرور بادية على العروسين. وقبل عقد القران نطق إسحاق بالشهادتين أمام إمام الجامع ليصبح رسميا مسلما يجوز له الارتباط بشاهيناز. وقد أكدت هذه الأخيرة أن زوجها لم يكتفي بنطق الشهادتين، بل تنقل سابقا إلى طبيب جراح ليقوم بعملية الختان على الطريقة الإسلامية. وقد سبق لشاهيناز الزواج من والد ابنتيها توم، ولكنها انفصلت عنه مؤخرا، وهو أيضا مسلم وقام بعملية الختان. ليعلق بعض المتابعين عليها أنها لو استمرت على هذا المنوال ستختن جميع رجال السويد.